أهلا بيكم. كلامنا النهاردة عن تقويم الأسنان وما هو السن المناسب لتقويم الأسنان. في الحقيقة تقويم الأسنان بينقسم إلى شقين، تقويم للأسنان نفسها وتقويم لعظم الفكين. بالنسبة لتقويم الأسنان ده في أي سن، لكن بيبتدي من إمتى؟ بيبتدي من أول ما الطفل يبدل أسنانه، من عند سن تقريبا من 12 ل 13 سنة. في اختلاف بسيط بين الأولاد والبنات، لكن ده مش بيمثل مشكلة كبيرة. في السن ده بنقدر نعمل تقويم للأسنان، لأن جهاز التقويم أو البريسز لازم تركب على أسنان دايمة مش أسنان لبنية. فممكن يكون الطفل صغير أو كبير أو حتى شخص كبير في العشرينات في الثلاثينات في الأربعينات، في أي سن يقدر يعمل تقويم أسنان لو في مشاكل زي إعوجاج للأسنان، أسنان بتكون متراكبة على بعض، في سنة في حالة كروس بايت يعني راجعة لورا شوية متقدمة شوية. كل الحالات دي نقدر نعمل لها تقويم أسنان بدون أي مشاكل. طيب إيه الفرق بين الكبير والصغير في تقويم الأسنان؟ إن الشخص كل ما سنه بيبقى أكبر وإحنا بنعمله تقويم أسنان، القوة اللي بنستخدمها في حركة الأسنان بتبقى مختلفة شوية، بمعنى إن القوة بتبقى أقل شوية. يعني الشاب الصغير أقدر أبذل قوة كبيرة على أسنانه بدون مشاكل، لأن بيبقى السنان نشيطة، عظم الفك سليم، مفيش مشاكل. طيب ايه الجزء الثاني في التقويم؟ هو تقويم عظام الفكين. امتى بنستخدمه؟ لو جالي طفل صغير لسه ما بدلش بحدود 6 سنين 7 سنين 8 سنين وعنده مشكله في عظم الفك، سواء كان الفك اللي تحت متقدم، في الحاله دي بنسميها سكيليتال كلاس 3، او الفك اللي تحت متاخر، في الحاله دي بنسميها سكيليتال كلاس 2. طيب احنا دلوقتي بنعالج الحالات دي ازاي؟ لو الفك اللي تحت بتاع الطفل متقدم في حالات سكيليتال كلاس 3، الجهاز الشائع المستخدم جهاز بنسميه فيس ماسك. فيس ماسك ده بستخدمه علشان اعطل نمو الفك السفلي واسمح بنمو الفك العلوي، فبالتالي الفكين يبتدوا يوصلوا لمرحله ان علاقتهم تبقى مظبوطه. احنا عارفين طبعا ان علاقه الفكين الطبيعيه كعظم لازم الفك العلوي بيبقى متقدم على الفك السفلي من كل الاتجاهات. طيب في حاله سكيليتال كلاس 2 ان الفك السفلي بيبقى متاخر عن الفك العلوي، في الحاله دي ممكن بنستخدم اجهزه تاني متحركه زي اكتيفيتور او بايونيتور، الحالات اللي بنحتاج فيها ان احنا نعدل اتجاه النمو بتاع الفك السفلي بنحط اكتيفيتور او بايونيتور او اجهزه كتير بتستخدم علشان تسمح بنمو الفك السفلي وتعطل شويه نمو الفك العلوي، فيبتدي العظمين بتوع الفكين يبتدوا يبقوا في علاقه سليمه. تمنياتي لكم بكامل الشفاء. تحياتي دكتور وسام رأفت جوده، استشاري تقويم وزراعه الاسنان.